اهلا بيكم مشاهدينا وفقره منشطات صحافه الثلاث 4 فبراير 2014. يا رب يبقى يوم سعيد، ودايما بكرر ده لانه احنا من كتر اللي احنا بنشوفه بقينا تعبانين وكلنا مستنيين انه البلد تشد حيلها شويه. منشطات الصحافه النهارده شديده الاهميه، هيكون مشرفنا الكاتب الصحفي استاذ محمد البعلي الصحفي بجريده المصري اليوم. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بيك. ناخد المنشطات كلها ورا بعض وبعد كده نتكلم فيهم بالتفصيل. من الوطن الصفحة الأولى: الوطن تكشف أخطر مفاجأة بالصور لحظة بلحظة. ومن الصفحة الثالثة برضو في الوطن: الجيش يوجه الضربة الكبرى في سيناء ويقتل 18 إرهابيا. ومن المصري اليوم الصفحة الأولى: السيسي يعلن برنامجه الانتخابي منتصف فبراير. ومن الأهرام الصفحة الأولى: قوى سياسية تطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات الانتخابية. والوطن الصفحة الثانية: عودة طوابير الوقود في الصعيد والحكومة تلجأ للصديق السعودي. والمصري اليوم الصفحة الأولى بنرجع لها: وفاة الأطباء بأنفلونزا الخنازير تشعل الخلاف بين الوزارة والنقابة. ومن المصري اليوم الصفحة الثالثة: وزير الري: بناء سد النهضة دون اتفاق كارثة على مصر والسودان. وبرضو من نفس الصفحة تصريح لوزير المالية: الحكومة تدرس تطبيق برنامج دعم نقدي لثلاثة ملايين أسرة. وآخر خبر من الشروق الصفحة الثالثة: وزير الداخلية يأمر بفتح شارعي القصر العيني والفلكي وإزالة الحوائط الخرسانية. وطبعا ده خبر سعيد بالنسبة لسكان هذه المناطق لأن هم كانوا تعبانين بقالهم كتير من ضيق الحركة وقفلة الدنيا. من الوطن الصفحة الأولى: الوطن تكشف أخطر مفاجأة بالصور لحظة بلحظة. وطبعا يعني حاجة يعني طبعا هي حاجة مبكية، قصة يعني قصة تقصير شديد من القائمين على حماية مديرية الأمن. مش هعمم الموضوع على وزارة الداخلية عموما، بس تكرار الموضوع في أكتر من مديرية أمن وأكتر من مكان بيطرح تساؤلات يعني حوالين مدى جاهزية الوزارة، ومش بس الجاهزية، ممكن يبقوا جاهزين بس حالة الاستنفار اللي هم المفروض يبقوا فيها مش منطبقة على الجميع. الصور والتقرير اللي جايباه الوطن زي ما انت بتقول حاجة مؤسفة للغاية. في مجموعة قررت انها تستهدف مديرية الامن خمس ساعات ما حدش كلمهم قال لهم انتوا رايحين فين ولا جايين منين ولا بتعملوا ايه، فحرم مديرية الامن عادي جدا قبل التفجير. وقبل كده كان برضو اذيع فيديو عن عملية التفجير نفسها. اتذكر يعني حوالي 3 دقايق على التفجير. ان كان في وقت كافي، مش هقول ان يمنعوا التفجير بس على الاقل تؤخذ احتياطات لتقليل الخسائر، وبالذات الخسائر في الارواح اللي هي اهم بالنسبه لنا. طبعا انا بالنسبه لي انا بكرر انه احنا لما بنتكلم من منطلق المصلحه العامه. تحيه لكل مجهودات رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه، وطبعا العزاء في كل شهدائنا منهم، لكن احنا بنقول كده عشان احنا لو احنا فعلا في معركه مع الارهاب لازم نبقى قد ده ولازم نتخذ اجراءات قويه جدا. انا عارف ان الشرطه منهكه وتعبانه. الوطن الصفحه الثالثه: الجيش يوجه الضربه الكبرى في سيناء ويقتل 18 ارهابيا. هو الخبر ده جاي في جرايد مختلفه من مصادر مختلفه بتتكلم عن يعني في ارقام من 15 لغايه واصله ل 30 في المصري اليوم حوالين اللي سقطوا في العمليه دي، والمصابين برضو الاعداد من يعني من 15 لغايه عشرات من المصابين. اظن ان واضح ان العمل المخابراتي للجيش او العمل المخابراتي بشكل عام في مكافحه الارهاب في سيناء بيتطور. لكن انا عندي بس شويه تحفظات على طريقه صياغه الخبر في المختلف الجرايد وعلى المعلومات اللي هي جايه فيه. قبل التحفظ انا عايز اعرف هو الدنيا يعني هو التطور بعد صاروخ سام 7، واضح انه دي كانت مرحله ودلوقتي في مرحله جديده، التطور في انهي شكل؟ يعني الاعداد بترتفع، وهل استخدام نوعيات جديده من الاسلحه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لا طبعا
الصاروخ سام 7 ده اللي استخدموه الجماعات الإرهابية المسلحة ضد الجيش، لكن العملية دي قام بيها الجيش ضد اه، الجماعات ما انا عشان كده المسلحة. انا بسأل التطور بالنسبه للقوات المسلحه في ايه، يعني تطوير العمليات وصل فين، يعني لا بنحاول لا، نفهم تطوير يعني. واضح ان في تطوير مخابراتي، فكرة ان هم يقدروا يعرفوا اذا كانت العملية دي دقيقة، يعني اذا يقدروا يعرفوا ان في تجمع مثلا للجماعة المسلحة دي، اللي هم في بعض الجرائد اشارت انها انصار بيت المقدس، كانوا عندهم اجتماع في حتة معينة ويرصدوا الاجتماع ويعرفوا وقته ويهاجموه. ده تطور معلوماتي كبير يعني. هل نقدر نربط ده بالشخصيات اللي تم القبض عليها، ومنهم صاحب حادثة الكنيسة وإطلاق النار عليها والاعترافات اللي بنسمعها والعلاقات بسيناء، وإن هو قال إن هو راح هو واتدرب لا، هناك بص، هو في طبعا لا، في حالتين منفصلتين. العمل في سيناء اغلبه مخابراتيا ومكافحة الارهاب بيقوم بيه القوات المسلحة. العمل في الضفة الاخرى من قناة السويس اللي هي بتضم انا بقى قصدي النيل تدور والدلتا، على جزئية المعلومات، بمعنى ان هو اعترف بحاجات كتير واعترف ان هو اتدرب هناك وفي سيناء اه بس يعني. مش هيقدر يعني، هو لو مقبوض عليه في الدلتا او في القاهرة هو مش هيقدر يعرف ميعاد الاجتماع بتاع الجمعية صحيح صحيح، جماعة طبعا انصار بيت المقدس. لكن تمام. انا برضو عايز يعني اشير الى نقطة تانية يمكن شفتها في الشروق، وهي كانت بتتكلم برضو عن الحادثة دي. كانت بتتكلم حوالين ان في منازل هدمت، اظن هم كاتبين حتى عدد كبير من المنازل، وعشر خمس 35 عشة و12 منزل وتسع سيارات و12 دراجة نارية غير مرخصة، وكل الحاجات اللي هي مدنية دي في مقابل ضبط بندقية آلية واحدة وجهاز لاسلكي واحد. الحاجات دي بتدينا مؤشر تاني غير العناصر اللي استهدفت وقتلت، انه في توسع في العمليات بيصيب احيانا مدنيين، واضح ان هو بيصيب احيانا كتير مدنيين. ده هيبقى له احنا يعني على بس في المقابل خبرتنا، برضه يا محمد لازم نقول انه المخازن السلاح اللي هم بيمسكوها بيبقى فيها كمية سلاح بس ده تغطي مش الكلام ده موجود، كله ده يعني. مش موجود يعني في المرة الخبر دي مش دوت. موجود، لكن لكن الاستهداف الغير دقيق للمدنيين بيحول المواطنين المدنيين اللي هم العرب او البدو اللي ليهم نمط حياة مختلف شوية عن نمطنا في المدن، من ناس مش هقولك في أسوأ الظروف مش معادين للدولة، إلى ناس بيعتبروا الدولة بتستهدفهم، وبالتالي ده بيدي مخزون بشري إضافي للعمليات الإرهابية. طيب ده مش بيهزم العملية، لا، ده بيقوي طيب الجماعات الإرهابية من حيث المخزون البشري. نتمنى الدقة في ده، وإنه نحصل على توضيح من القوات المسلحة في الجزئية دي إنه عدد المضبوطات قليل بالنسبة لعدد الخسائر. المصري اليوم الصفحة الأولى، السيسي يعلن برنامجه الانتخابي منتصف فبراير، والبلد كلها بتتكلم في الموضوع ده، وإن المشير السيسي هيترشح، وكمية نفاق عظيمة ورموز من النظام السابق طلع علينا بوشها، متخيلة انها هترجع الدنيا زي الفترة اللي فاتت. الاخبار دي مدى دقتها بالنسبة للبرنامج الانتخابي، لان احنا في الاول ولا في الاخر احنا محتاجين برنامج انتخابي، على قد ما احنا محتاجين زعيم وكل حاجة، لكن لازم برنامج انتخابي وجدول زمني، والا بقى ما عملناش اي حاجة. بص، خلينا طبعا احنا محتاجين برنامج انتخابي ذو جدول زمني، انا معاك جدا. هو بس ملاحظتي على الخبر ان هو تقريبا ما فيهوش مصدر واحد قايل اسمه، مصادر مطلعة، علمت المصري اليوم، ومن المقرر ان يتضمن خطاب، بلا بلا بلا، كل الكلام اللي هو ما فيهوش معلومة واحدة موثقة المصدر. فاحنا اما نعتمد على المصري اليوم، هي الكلام ده كلام المصري اليوم، ما فيش مصدر معين. طبعا انا احب اوضح، بس انا مش بكتب في المصري اليوم زي ما حضرتك قلت في الاول. لا لا، ما فيش مشكله. انا اظن هو من الطبيعي اذا كانت اجراءات الترشيح ماشيه في بالطريقه الطبيعيه، السيسي او ايا كان من المرشحين مش هيعلن حقيقه ترشحه اذا كان ناوي يترشح الا بعد فتح باب الترشح، واظن ده مش هيتم قبل نص فبراير يعني. طيب خلينا نقف عند نص فبراير وفتح ميعاد الترشح، بس معانا مداخلة هاتفية مهمة جدا مع دكتور أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة الأطباء بخصوص الأخبار المؤسفة اللي عندنا. صباح الخير يا دكتور أسامة. صباح النور يا أستاذ،
دكتور اسامه، وفاه الاطباء بانفلونزا الخنازير او الانفلونزا الموسميه، عندنا منشطة النهارده في مصر اليوم بيقول تشعل الخلاف بين الوزاره والنقابه. عايزين نعرف اولا اعداد الدكاتره اللي توفاهم الله قد ايه، والوضع وصل لفين؟ والله احنا عاملين مؤتمر صحفي النهارده الساعه 1 الظهر حوالين هذا الموضوع. ان اولا هو الخلاف في مريض بيتعمل تحاليل طبعا لكل الدكاتره كلهم الاطباء اللي توفاهم الله. واحد منهم هو اللي ثبت بالتحاليل انه H1N1، ولكن القضيه انه ما يصحش يبقى في خلاف بين النقابه وبين الوزاره حوالين حجم المشكله او حوالين عدد المتوفين، لانه انا متخيل انه النظام الجديد او القائمين على الامر في الوزارات الجديده بقى يبقوا اكثر شفافيه ويبقوا بيتكلموا عن اعداد مظبوطه، والقضيه ومش مسؤوليتهم ان جوه بقى مصر، انما مسؤوليتهم انه كيفيه التعامل مع الوباء، انه ازاي مثلا نحمي الاطقم الطبيه في المستشفيات. ما ده اللي انا كنت هسال حضرتك عليه، ايه الاجراءات السريعه اللي مطلوبه حالا تم اتخاذها ولا لسه ما تمش اتخاذها، ولا الوضع وصل فين؟ لانه البطء في حاجه زي دي ممكن يسبب كوارث. بالظبط. لا في تعليمات، وفي تعليمات واضحه في العالم كله كيفيه التعامل مع المواقف اللي زي دي في المستشفيات، ومن ناحيه تطعيم الاطقم الطبيه، توفير التطعيم، توفير العلاج المبكر. بدأ ده يا دكتور اسامه ولا لسه؟ والله التطعيم لسه ما ابتداش، انما في تنبيه على كل المستشفيات دلوقتي انه يبقى في كشف مبكر وشكوى، واي حد بيحس باي سخونيه عاليه، ارتفاع في الحراره وضيق في التنفس. طيب نتمنى ان وزاره الصحه تعمل ده، لكن خلينا اتنقل لجزئيه ثانيه وهي الاضراب اللي انتم المفروض عاملين يومين في الاسبوع لمده شهر فبراير كله. الاضراب هل انتم شايفين انه الوقت مناسب ليه في اللحظه دي، ولا يعني الموضوع واصل فين عندكم؟ لا، هو القضيه انه برضه نعود للب المشكله. الاضراب ابتدى اصلا لما الوزاره طلعت قانون بديل للكادر، مجموعه من الحوافز والبدلات اقل بكتير من الكادر اللي كان الاطباء بيطالبوا بيه من سنه، وكانت تاخد قرار في الجمعيه العموميه بعمل الاضراب للضغط من اجل رفض القانون ده وعمل والتمسك بالكادر. احنا تفاوضنا مع الوزاره وفي وجود سيد وزير الماليه، وكان لنا شويه ملاحظات على القانون المقدم رغم ضعفه، انما احنا اعتبارا للمرحله اللي احنا عايشين فيها والظروف دي، والسيد وزير الماليه قال ده اقصى حاجه تقدر الدوله توفره دلوقتي، فقلنا خلاص نقبل هذه الحوافز والبدلات كخطوه اوليه في اتجاه الكادر، والكادر يجي بعد كده، ومجموعه الحوافز والبدلات دي بس تتصلح انه ما كانتش لا تشمل كل الاطباء. طيب يعني الاضراب مستمر لحين ما الاجراءات دي تتم؟ لا، فالقضيه ايه بقى؟ ان بعد ما تم الاتفاق، القضيه ان بعد ما تم الاتفاق على كده لم ينفذ، وبعدين تدخل اللواء العصار بصفته مسؤول حل الازمات، لجنه حل الازمات في وزاره الدفاع، والتواصل بين النقباء المهن الطبيه والوزيره، وطلع وتم الاتفاق انه الحاجات دي تتصرف من اول يناير، يعني في اخر شهر يناير، يعني الناس تقبضه في اول فبراير. الناس لقت مرتباتها زي ما هي، يعني حتى ما تم الاتفاق عليه اللي هو الشيء البسيط لم ينفذ. الحاجه الاخيره والمهمه اللي عايز اقولها لحضرتك انه كان في شق اداري في الموضوع ده، وفي شق خاص بالدراسات العليا، ان تتحمل الدوله رسوم الدراسات العليا للاطباء، انطلاقا من انه الدوله مسؤوله عن انها تقدم طبيب ماهر وشاطر لعلاج مواطنيها. وتم الاتفاق مع وزير الماليه ان ده مبلغ بسيط ويمكن توفيره. لقينا القرار طالع انه تتحمل الدوله، شوف بقى الصياغه القانونيه، التلاعب في الصياغه، تتحمل جهه العمل من مصادرها من مواردها الخاصه في نفقات تسجيل الدراسات العليا. اولا تتحمل فيه معناها ان ممكن تتحمل جزئيه. ثانيا من مواردها الخاصه، يعني كل مستشفى بقى تقول لك عندي موارد، مستشفى ثانيه يقول لك ما عنديش موارد، ده تلاعب وتفريغ للقرار من مضمونه.
لانه والله شيء مؤسف يا دكتور مطير. اسامه ومش عارفين ليه بس في مشاكل كده في وزارات مش قادرين نفهم هي ليه المسائل متعقده فيها. استاذ محمد البعلي كاتب الصحفي عايز يسال حضرتك على حاجه. اتفضل. صباح الخير، ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ كنت عايز بس استوضح من حضرتك حاجه لانه بعض الجرايد يعني نشر الموضوع بصوره مش واضحه. الاضراب بيشمل اي مواقع في المستشفيات؟ لان في بعض الجرايد كاتبه ان هو حتى بيشمل الطوارئ. الجزء الثاني ان احنا بنسمع عن بعض المستشفيات ترفض استقبال بعض المرضى بس لاسباب ماليه او لاسباب اخرى، فهل انتم مثلا بتفكروا ان يبقى في ميثاق شرف يمنع الحاجات اللي زي دي او مواقف من النقابه فيما يتعلق بمثل هذه الحالات؟ سؤال حضرتك ده مهم جدا. الشق الاول من السؤال ده هام جدا في بروتوكول الاضراب. احنا موزعين بروتوكول الاضراب على كل مستشفيات الوزاره، انه الاضراب لا يشمل اي طوارئ ولا حضانات ولا رعايه مركزه، كل ما هو فيه صفه الطوارئ ممنوع الاضراب فيه، لان ده موقف اخلاقي لانه ده ممكن يضر بالمريض. واطباء مصر حريصين اكتر من اي حد على صحه المواطن المصري، فممنوع منعا باتا الاضراب في الاقسام الحرجه او الرعايات او الحاجه المستعجله. الاضراب فقط في الحالات اللي ممكن تتاجل لتاني يوم، او سواء عياده خارجيه او عمليات مش مستعجله، يعني زي عمليه مراره، عمليه فتاء، ممكن تعمل في اي يوم. فيما يخص النقطه الثانيه ودي برضو مهمه جدا في كلام حضرتك، اللي هي عدم توفر، رفض مثلا قبول اي مريض لعدم توفر امكانيات او ادويه او كده. ده وده لب الموضوع، انه من اهم مطالبنا في الاضراب زياده ميزانيه الصحه، وانه الدستور الذي اقر حديثا بينص على ذلك، وبالتالي لابد ان شاء الله من اول ما الامور تستقر في مصر وننتهي من يعني الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه ويبقى في برلمان ويبقى في اطار الموازنه الجديده ان شاء الله، لابد من زياده ميزانيه الصحه، لانه لا يمكن تقدم خدمه محترمه للمواطن المصري من غير زياده الميزانيه. اكيد يا دكتور اسامه، بشكرك دكتور اسامه عبد الحي عضو مجلس نقابه الاطباء، بنشكرك جدا يا فندم. انا وكيل المجلس. ها؟ وكيل المجلس، نورتنا يا فندم، بنشكرك على المداخله. شكرا يا دكتور اسامه. طيب نرجع لأخبارنا، وكنا بنتكلم عن منتصف فبراير واللي هو مفترض على حسب الإعلان الدستوري على 17 فبراير، يعني من بعد 17 فبراير أو من 17 فبراير يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح. خلينا ناخد الأخبار سريعا عشان وقتنا بيخلص بشكل رهيب. هو الدكتور أسامة خد الوقت كله، بس أنا عايز أضيف بس حاجة تعليقا على المداخلة وعلى موضوع إضراب الأطباء. واضح من اللي شرحه الدكتور أسامة ومن معرفتي بمجلس النقابة الحالي اللي هو أغلبه كانوا من المعارضين للإخوان، إنه في جوه الحكومة أطراف يعني موظفين بقى هيراركية، موظفين وسطيين، موظفين مسؤولين عن الصياغة، اللي ممكن نسميهم مشعلوا الأزمات. يعني الحكومة تجلس أو زي ما هو أشار اللي هو العصار يجلس مع النقابة ويتوصلوا الحل، يجي موظف او مجموعه موظفين يبوظوا الحل ده ويحطوا نص يتسبب في ان الاضراب بدل ما يتوقف انه يمتد. واضح ان في موظفين، واضح ان في عصلجه كده الموضوع، يعني موظفين بقى فلول، موظفين اخوان مش فاهمين، بس هو المطلوب يعني المطلوب انه تتحل بقى الحاجات دي، لان مش ممكن نفضل عايشين كل يوم في نفس الموضوع، مش قادرين نتوصل لاتفاق. يعني مش ممكن. ما هو السؤال، لو النقابه وصلت لحل مع الاتجاه السياسي او القياده السياسيه والوسطاء العسكريين، يعني في الثلاث اطراف اللي في الصوره متفقين على حل معين، الموظف اللي بيعيق تنفيذ الحل ده مستند الى مين؟ ده السؤال. هو مفترض انه السلطه الاعلى منه اللي هي بتقود سياسيا وكل حاجه مفترض ان هي موافقه، فمين مين اللي موقف اكبر سلطه
في الجهة. ما علينا، الوطن الصفحة الثانية، عودة طوابير الوقود في الصعيد والحكومة تلجأ للصديق السعودي. وكنا لسه بنتكلم كمان في أول اليوم عن أنه في عندنا 6 محطات كهرباء عطلانين، وأنه لو بالطريقة دي طبعا محطات الكهرباء جزء كبير منها شغال بالغاز، ولو فضلنا على الحالة دي هندخل على صيف ما يعلم بيه إلا ربنا، ومحدش من الحكومة بيطلع يقول لنا إيه اللي هيحصل في الموضوع. ويمكن المبكي في الموضوع أنه نلاقي يعني وزارة البحث العلمي بتشتكي في التلفزيون من وزارة الكهرباء انه النبي يا جماعة الكهرباء بتقطع عندنا. هو طبعا احنا في أزمة وقود مستمرة من منذ سنوات، اظنها هتتفاقم بشدة، لانه مفيش اي كاونتنج، مفيش يعني حساب دقيق لماذا نستخدمه من الوقود، فانت كأنك بترمي الوقود في بلاعة، اللي جزء منه بيتهرب، اللي جزء منه بيتسقع، اللي جزء منه بيعاد بيعه لحاجات لا تستحق الدعم. المسألة كلها منظومة دعم الطاقة كلها محتاجة إعادة نظر، مش بس موضوع طوابير الوقود في الصعيد، لا كمان امبارح كان في تقرير على رويترز ان مصر هتعاني من أزمة في الغاز الطبيعي خلال الصيف، اذا كان الكهرباء بتقطع في الشتاء انا متوقع صيف صعب جدا جدا على في الفترة اللي جاية. لا نتمنى ذلك، ونتمنى ان الحكومه ترد علينا، لانه ممكن الحكومه ما تكونش موجوده الصيف اللي جاي، الحكومه الحاليه، لكن ما ينفعش يسيب لنا موضوع ال6 محطات دول مش معروف ايه اللي هيتحلوا ازاي، لانه دينا بنحذر اهو، بنضرب ناقوس القطر من قبليها ب4 شهور، على الله حد يرد علينا. على كده الرئيس الجاي اول ما يجي ويبتدي الكهرباء تقطع الناس هتقول وش وحش. هتقول وش وحش، فلو بنتكلم عن مخططات لافشال الرئيس القادم هو مين، اعتقد انه البدايه دلوقتي ان احنا نلحق، لانه البلد مش مجال للمزايدات على رئيس قادم او غير رئيس قادم، دي كهربتنا كلنا. للاسف وقتنا خلص، كان نفسي اكمل بقيه الاخبار، بس انا هقول الخبرين مش هعلى عليهم، اصل هم خبرين كويسين. وزير الماليه، الحكومه تدرس تطبيق برنامج دعم نقدي ل3 ملايين اسره، وده خبر مبشر جدا، نتمنى نعرف تفاصيله. الاهم الايام اللي جايه هيتطبق امتى وبسرعه، السرعه هي المهمه في الموضوع. واخر خبر الشروق، الصفحه الاولى، وزير الداخليه يامر بفتح شارعي قصر العيني والفلكي وازاله الحوائط الخرسانيه، ده خبر صعيب بالنسبه لسكان المنطقه. بس في سؤال مهم، امنيا هنتصرف ازاي ما نلاقيش نفسنا بنتحط في المواجهات بتاعه زمان، ونلاقي ضحايا بتقع، ونرجع لموال حصل من سنتين. ما نلاقيش عربيه بتركن قدام الشورى. ما نلاقيش عربيه بتركن قدام مجلس الشورى بالظبط، زي ما العربيات قعدت 5 ساعات قدام المديريه قبل تفجيرها. نتمنى انه ناخد بالنا كويس، ونعمل بسرعه، ونعرف انه مستقبلنا في ايدينا، لازم كلنا نشتغل يا شعب مصر. استاذ محمد البعلي كاتب الصحفي، نورتنا يا فندم. اهلا بيك، ميرسي جدا. اتمنى نتقابل تكون شويه من مشاكل البلد اتحلت. مشاهدينا دي كانت نهايه، نورتنا يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا، نشوفكم بعد الفصل على طول، تابعونا.